والشاهد حبيب الله لا اله الا الله 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 والشاهد حبيب الله والغزال عبيا وتحيا عليا غزال عبيا وتحيا عليا والغزال عبيا وتحيا استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي تدعو اليوم يوم الجمعة 21 ماي 2021 لجعل هذا اليوم جمعة للغضب. نقف اليوم أمام المسجد القديم بمدينة زايو نصرة للأقصى ولفلسطين ورفضاً للتطبيع. أيها الإخوة الكرام، إن لم نغضب لله فلأي شيء نغضب؟ إن لم نغضب لفلسطين فلأي شيء نغضب؟ إن لم نغضب للأقصى فلأي شيء نغضب؟ إن لم نغضب لمقدساتنا فوالله موتنا خير من حياتنا. نعم، لقد قام الصهاينة بقصف بيوت أهالينا في غزة، قتلوا أطفالا، قتلوا نساء، فعلوا ذلك وزيادة، لكنهم لم يقتلوا عزيمة الرجال. رجال، وأي رجال؟ يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الشعوب تقاوم أنظمة تساوم، الشعوب تقاوم أنظمة تساوم. لقد انتصر الرجال، رجال، وأي رجال؟ حينما تكون القضية عادلة ويكون الرجال يتحقق النصر. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. نعم، لقد انهزم الصهاينة المعتدين، انهزموا شر هزيمة ولم يحصدوا سوى الخزي والعار. لذا نقول للذين كانوا ينتظرون انتصار الصهاينة: موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. ونقول للمطبعين المهرولين: لا تلعبوا بالنار، لا تمسحوا بيد وتذبحوا بيد، لا تأكلوا مع الذئب وتبكوا مع الراعي. لقد أهدرتم كرامتكم، أهدرتم حقكم، أهدرتم حريتكم، لكنكم لا تمثلون إلا أنفسكم. ولا لا ثم لا للتطبيع والهلولة. اليوم يحتفي الفلسطينيون في كل ربوع فلسطين بالنصر المؤزر. فالخزي والعار لمن ركن للذين إلى الذين ظلموا. نقول للمطبعين: عودوا إلى رشدكم، توبوا إلى الله قبل فوات الأوان. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أحبابنا الكرام، إن إخواننا في فلسطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس يعانون ويتألمون، فنسأل الله سبحانه عز وجل أن ينصرهم. أحبابنا الكرام، إن نشهد الله عز وجل أننا ليس بيدنا حيلة، ولو استطعنا لذهبنا ولا قاتلنا ولا رابطنا معهم للدفاع عن مقدساتنا، فهم يمثلوننا الآن في الدفاع عن مقدساتنا عن القدس. فلا يسعنا في هذا اليوم الفضيل إلا أن نتضرع إلى الله سبحانه عز وجل، فاللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض.